فعالية مأدبة مدينة السلام والمحبة تحت رعاية محافظ مأدبة، أقيمت فعالية مأدبة مدينة السلام والمحبة، وذلك بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الثاني والستين والذكرى 25 لجلوس الملك المفدى على العرش اليوبيل الفضي. خليكم معنا في هذا التقرير. حقيقة فعالية مأدبة مدينة السلام والمحبة والوئام هي فعالية تقام سنويا بالتزامن مع ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم وأسبوع الوئام بين الأديان من قبل المجلس المحلي الأمني الشرقي، تجسيدا للرؤى الملكية بالتشاركية والمواطنة الفاعلة لتنمية الوطن. هذا يوم ولقاء معتادين عليه الأردنيين باستمرار، هذا يوم للقاء التعايش الدين الإسلامي المسيحي، والحمد لله رب العالمين. إحنا عايشين في هذا البلد في أمن واستقرار في ظل قيادتنا الهاشمية المظفرة اللي عودتنا دائما على الحب والتسامح واللقاءات دائما ومستمرة إن شاء الله ظل موجودة بيننا بين إخواننا المسلمين والمسيحيين اللي دائما إحنا العيش المشترك بيننا. جئنا اليوم بهذا اللقاء لنؤكد على أننا في الأردن ولله الحمد إخوة متحابين، وأن المجتمع الأردني يقوم على المودة والمحبة والسلام والعدل انطلاقا من رسالة عمان التي أرسى قواعدها جلالة الملك حفظه الله ورعاه، وكانت هذه الرسالة رسالة عالمية تبرز صورة الإسلام المشرقة القائمة على المودة والمحبة والسلام والوئام. ونحن كذلك في ظل ما تتعرض له غزة من جراح والقضية الفلسطينية بشكل عام، نؤكد ما يؤكده جلالة الملك من أنه لن يتوانى لحظة واحدة في الدفاع عن هذه الأرض المباركة. هذا اليوم خالد في تاريخ الأردنيين، كيف لا وقد يقوم جلالته بزيارة العالم شرقا وغربا يحمل الهم الأردنية والهم الفلسطيني. نحن اليوم نقف إجلالا وأكبارا ونقدر هذه في الفعالية التي قامت بالتعاون المركز الأمني للحي الشرقي، وهذه تشاركية ما بين المجتمع المحلي والأجهزة الأمنية من أجل خدمة المواطن، والتي دائما عززها جلالة الملك بأن المواطن أغلى ما نملك. حقيقة يعني المناسبة الأعز والأجمل على قلوب الأردنيين. عمرك طويل وكل الأعمار تفدى يا صاحب القلب العطوف الرحومي، حياك يا فخر العرب دوم حياك، في عيد ميلادك نسينا الهمومي، جيناك ننظم محكم الشعر جيناك، يا سيدي يا ليت عمرك يدومي، انت البطل وحنا مشينا على رضاك، تامر وتنفيذ الأوامر لزومي. الله أكبر يا ابن الأشراف مغلاك، كل بنى قلبه بحبك يهومي، في مأدبة كل حضر يطلب رضاك، وبالمملكة شعبك فرح بك عمومي.